ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والعياذ بالله. وهذه أخذ منها العلماء أن الاستهزاء بالشرع أو الاستهزاء بشيء من الشرع حتى لو كان حكمه سنة كمن يستهزئ باللحية مثلا أو يستهزئ مع علمه أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يكفر والعياذ بالله. لأن من قال ابن العربي في تفسيره ابن العربي المالكي قال يعني من هزل بالكفر كفر أعوذ بالله يعني نعم فهذا يعني يحذر منه. أيضا بعض يعني بعض الناس يذكر الآيات في معرض الضحك والاستهزاء يعني هذا في كثير من الأحيان يأخذ نفس الحكم.